الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هنا العاصمه. برحب باللي بيشوفنا في مصر وبيتابعنا من خارج مصر ايضا. ان شاء الله النهارده هيكون عندنا طبعا مجموعه من الاخبار اللي حازت ونالت على اهتمام حضراتكم، هنشوفها عن قرب وبتفاصيل ومعلومات اكتر. وقبل ما ابتدي فيها هقدم حواراتنا النهارده اللي بدعو حضراتكم لمتابعتها. اول حوار معانا هيكون حوار ببصمه اقتصاديه. قرار البنك المركزي بخفض سعر الفايده قرار مهم جدا ان احنا نعرف دلالاته وايضا نتائج هذا القرار وانعكاس القرار على قطاع الاستثمار بكل اشكاله المختلفه وتحريك السوق المصري. خفض سعر الفايده كان مطلب لكل العاملين في الاستثمار وكمان المهتمين والخبراء اللي اعتبروه واحده من اهم واجرى ايضا القرارات نظرا لاهميته في تحريك كافه قطاعات الاقتصاد ابتداء من التصنيع والاستيراد والعقارات والسيارات، وفضلا كمان عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي اللي كل الناس بالتأكيد بتسعى إلى أنه يكون على مستوى أرقى وأفضل على الساحة الاقتصادية. كل مهتم بالمجال الاقتصادي بيسعى لهذا الهدف. كل الناس اللي عايزة تكون عندها مشروع، عايزة يكون عندها دخل من خلال شيء ثابت، وإحنا دايما بنتكلم عن كل المميزات المقدمة لمثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي أكيد هتكون عندها اهتمام انها تعرف اخر التطورات بالنسبة لقرارات البنك المركزي وتحديدا قرار انخفاض سعر الفايدة. اهميته لقطاع التجارة، الاستثمار، الصناعة، للمواطن هيكون ازاي، بيشجع الناس على تمويل مشترياتهم، على تمويل الاشياء الخاصة بهم كالسيارات كالعقارات الى اخره. ازاي ممكن حضرتك وحضرتك تستفيدوا من مثل هذا القرار اللي احنا نتكلم عنه النهاردة وحنوليه هذه المساحة في حوارنا، لانه اي قرار اكيد هيصدر من البنك المركزي سواء انا بعمل في مجال الاستثمار او لا هينعكس عليا وهيبقى له وقع على حياتي، لانه طبعا الامور كلها الحياتيه مرتبطه بالاحوال الاقتصاديه. فبتصور ان هو واحده من الحوارات المهمه لنا جميعا. يا ريت حضراتكم تكونوا متابعين لينا النهارده واحنا بنقرب الصوره اكتر وبنشوف ايه اخر الأخبار في الساحة الاقتصادية من خلال هذا القرار. هيكون عندنا حوار آخر مهم لأنه مرتبط كمان ب تاريخنا وبثقافتنا وبحضارتنا وبالسياحة اللي هو يعني قطاع تكبد الكثير من الخسائر وبيتعافى الآن وبينهض من خلال التطورات ومجريات الأمور في الساحة السياحية تحديدا والآثار وكل ما ينال من اهتمام السائح والزائر لمصر من كل أنحاء العالم. الخبر أو الحوار عفوا اللي معانا هيكون افتتاح المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير هيكون من أهم المعالم الأثرية والسياحية والثقافية في العالم على الإطلاق. نظرا لأهمية المتحف الحكومة بتعمل بكل اهتمام ابتداء من اختيار مكان وحجم الأعمال والتجهيزات اللي بتتم ووصولا لمتابعتها والمراقبة على عملية الانضباط والاتزان في العمل في هذا المتحف المشروع الكبير والهام، لأنه مشروع طبعا قومي لأنه مرتبط ارتباط وثيق بحضارتنا. بيتابعه رئيس مجلس الوزراء بنفسه الدكتور مصطفى مدبولي وبشكل منتظم ودوري. مشروع المتحف المصري الكبير مش مجرد متحف بيضم الآثار الثمينة والقطع الأثرية المبهرة اللي الناس بتجيلها من آخر الدنيا علشان تشوفها وتقرأ معلومات عنها، لكن أيضا هو مشروع حضاري بتقدمه مصر لكل أنحاء العالم، وبالتالي الحكومة بتعمل على تحويل كل المنطقة أيضا اللي موجود في هذا المتحف وبيقع فيها لمنطقة سياحية مفتوحة علشان نستفيد أكتر ونستثمر وجود مثل هذا المتحف في هذا المكان. المتحف هيضم مجموعة كبيرة جدا من الآثار، مقرر افتتاحه في الربع الأخير من 2020 بحضور رؤساء ودول وملوك وأمراء من كل أنحاء العالم
العالم، سيضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية المصرية المهمة، فضلا عن قاعة كاملة قد تكون هي الأكبر ومخصصة لمجموعة الملك توت عنخ آمون، واللي بتزيد عن 5000 قطعة أثرية تقريبا. ملف المتحف المصري الكبير ملف مهم جدا، شكله دوره في دعم السياحة بالكامل. هو أساسا كلمة المتحف المصري الكبير بينبع منها التاريخ وعبق الحضارة المصرية، وهو مهم من أول ما نذكر اسمه أكيد، ولكن بيحيط بالكثير من المتغيرات والتطورات اللي هتصاحب وجوده وهتصاحب إنشاؤه وتأسيسه. وعلشان كده النهاردة حوارنا هيكون مع الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، نعرف منه أكتر إيه آخر الأخبار وإزاي هيتم الاستفادة لمصر كلها من وجود هذا المتحف. ده حوارنا الثاني اللي بدعو حضراتكم أيضا لمتابعته، وهبدأ معاكم أول أخبارنا على المستوى والصعيد السياسي. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم للقاهرة قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد جولة استغرقت 9 أيام. الجولة تضمنت فرنسا، وكانت طبعا قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، وتضمنت اليابان، وكانت قمة التيكاد السابعة، والزيارة الأخيرة كانت لدولة الكويت اللي كان فيها مباحثات ثنائية جمعته مع الأمير صباح الأحمد الصباح. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، واستعرض الزعيمان سبل دعم العلاقات التاريخية ما بين البلدين الشقيقين. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن المباحثات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت تناولت تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة اللي بتشهدها المنطقة في ضوء تعدد وخطورة الأزمات اللي بتشهدها بعض الدول العربية الشقيقة. وأكد بسام راضي أنه الجانبان بحثا أيضا جهود مكافحة الإرهاب، وتم التوافق على عملية تكثيف وتعزيز التعاون الأمني ما بين مصر والكويت، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية اللي بتسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج كافة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة ما بين البلدين على شتى الأصعدة. أشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، وثمن الجهود الكويتية في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية، وأكد على أهمية الإسراع بالتوصل لحل سياسي وفقا لمرجعيات التسوية بما ينهي تماما معاناة الشعب اليمني الحالية. أكد الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، وأشاد بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مغادرته الكويت بمقر إقامته مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، والشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي. معنا للمزيد من المتابعة الآن على التليفون الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية. برحب بك أستاذ بشير، أهلا بحضرتك معنا، ونحن نتابع زيارة السيد الرئيس لدولة الكويت بعد طبعا أجندة عمل مزدحمة جدا في فرنسا واليابان، وحضور السيد الرئيس لواحدة من أهم القمم العالمية على الإطلاق، قمة الدول الصناعية السبع الكبرى والتيكاد السابعة. تم ختام هذه الجولة بدولة الكويت. تقييمك للجولة التي استمرت لتسعة أيام ونتائج هذه المشاركات في قمتين وزيارة لدولة الكويت. تحية لحضرتك أستاذة ريهام وللمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. كل سنة وحضرتك. زي ما حضرتك تفضلتي في هذا السؤال، جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت وهي الثالثة له منذ العام 2014 بعد جولة ثمينة للغاية، جولة دسمة للغاية من المباحثات والمشاركات الفعالة في مناسبات دولية يشار إليها بالبنان.
هذا يعكس أن وزن مصر الإقليمي والدولي في تزايد لافت، وأن مصر بزيارة الرئيس إلى الكويت تقدم نفسها على أنها فاعل ليس فقط أفريقي أو إقليمي، وإنما فاعل دولي من الدرجة الأولى. العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات يمكن وصفها بالاستراتيجية، يمكن وصفها بالعلاقات الخاصة، لأنها مبنية على تلاقي في وجهات النظر في ملفات عديدة، على رفض سياسة المحاور والتدخل في شؤون دول الجوار، وتبني دبلوماسية تنموية في العلاقات مع دول الجوار والعالم الخارجي. هي تبنى أيضا على تلاقي في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. أيضا الكويت هي ممثل العرب في مجلس الأمن الدولي، لأنها عضو غير دائم في مجلس الأمن. ولا شك أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي والتي عكس خلالها وجهة النظر العربية في ملفات عديدة ستقوم الكويت بتوصيلها إلى المنظمة الدولية عبر مجلس الأمن. على الصعيد الأمني هناك تنسيق عالي المستوى بين دولة الكويت ومصر في محاربة الإرهاب، وضح جليا في قضية خلية جماعة الإخوان الإرهابية والتي تعاونت فيها دولة الكويت مع مصر بشكل ربما يقدم نموذجا يحتذى في التعاون والتنسيق الأمني بين الدول العربية لمحاربة الإرهاب المقيت. على الصعيد الاقتصادي يتسع المجال للحديث، لأن الكويت هي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر ورابع أكبر مستثمر عالمي في مصر باستثمارات تتجاوز 4,700,000,000 دولار في مصر. هناك أكثر من 1,300 شركة كويتية تستثمر في مصر. لدينا جالية مصرية في الكويت تتجاوز 700,000 مصري. دي نقطة مهمة نتوقف عندها أستاذ بشير قبل ما نسيبها. يعني الجالية المصرية في الكويت جالية كبيرة جدا. زيارة السيد الرئيس النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت ودعمها الجالية المصرية في دولة الكويت من خلال هذه الزيارة، حضرتك شايف ازاي؟ بالطبع يعني هذا يعكس الحفاوة اللافتة بالرئيس السيسي وبمصر وبالمصريين، لأن هناك تقدير خاص للرئيس السيسي ولمصر لدى الكويت حكومة وشعبا. الجالية المصرية تقدر مساعي وجهود الرئيس السيسي لإعادة بناء العلاقات ما بين مصر والدول العربية وإعادة بناء النظام الإقليمي العربي والعمل العربي المشترك، لأن هذه مهمة ثقيلة ملقاة على عاتق مصر ممثلة في الرئيس السيسي، بأن الأمة العربية تعاني من تمزق. نحن نشهد الآن لا نظام إقليمي عربي، العمل العربي المشترك مفتت، وهذا ما أتاح لإسرائيل اختراق الأمن القومي العربي بالاعتداء على عدد من الدول العربية بشكل متزامن مؤخرا. جهود إعادة بناء هذا النظام الإقليمي وتأسيس نظام أمني عربي قوي يحفظ الأمن القومي العربي من التدخلات والاختراقات ومحاولات الابتزاز الاستراتيجي من دول خارجية ستكون ملقاة على عاتق مصر، وأعتقد أنها مؤهلة للقيام بهذا الدور. أيضا أوضاع الجالية المصرية في الكويت وهي من أفضل الأوضاع مقارنة بدول أخرى عديدة، حيث أنها جالية متميزة تساهم في كل الفعاليات والاستحقاقات الانتخابية ولها إسهام بارز في الاقتصاد الكويتي. الرئيس السيسي سيبحث أو بحث بالفعل مع المسؤولين الكويتيين سبل إتاحة ظروف وأوضاع أفضل لهذه الجالية، كما عرض أيضا الفرص التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب عموما والكويتيين على وجه التحديد، لأن هناك أكثر من قناة لتنسيق الاستثمارات بين مصر والكويت. هناك مجلس التعاون الثنائي المشترك وهو يضم رجال أعمال وسياسيين وإعلاميين، وهناك أيضا مجلس آخر مشترك يرأسه رئيس الوزراء الكويتي، كما تتبنى الكويت مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في مصر برعاية أمير دولة الكويت. نعم. هناك أيضا صندوق التنمية الكويتي له إسهامات بارزة في عمليات التنمية في مصر وعدد آخر من الدول العربية. نحن نتحدث عن علاقات راسخة، نتحدث عن علاقات مبنية على تفاهمات، يعني العلاقات المصرية الكويتية تخلو من أي صدامات أو نزاعات أو توترات طوال تاريخها الذي يمتد لقرابة 100 عام تقريبا.
في اعتقادي أن هذه الزيارة وما نوقش خلالها والمباحثات واللقاءات التي تمت خلالها بين عدد من المسؤولين الكويتيين والرئيس السيسي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لهذه العلاقات وتؤسس لجهود عربية للم الشمل العربي مجددا في هذا الظرف الحساس الذي يتعرض الأمن القومي العربي خلاله للاختراق من الخارج. قراءتك أستاذ بشير في تأكيد السيد الرئيس السيسي في كل مناسبة على أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج كافة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري أيضا؟ هذا تأكيد على الالتزام المصري حيال أمرين، الأمر الأول الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي. سياسة مصر لم تكن تعمل منفردة في يوم من الأيام، وإنما مصر تعي التزاماتها القومية العروبية والتزاماتها الإقليمية أيضا. لذلك في كل مناسبة يؤكد الرئيس السيسي على أن الأمن الخليجي هو جزء لا يتجزأ من الأمن المصري والأمن القومي العربي، وأن مصر جاهزة دائما للوقوف إلى جوار شقيقتها في دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لأي تهديدات تنال من أمن واستقرار ووحدة هذه الدول. وهذا التزام مصري معروف وليس مجرد أقوال فقط، وإنما هناك دلائل، والحالة الكويتية كانت أبرز مثال في العام 1990 حينما كان لمصر دور بارز في تحرير الكويت من الغزو والاحتلال العراقي. مصر أيضا لها وقفات إيجابية، هناك مناورات عسكرية مشتركة بين مصر والكويت وعدد من الدول العربية والخليجية الأخرى، هناك تصنيع عسكري مشترك وهناك تدريبات مشتركة، ومصر تبلي بلاء حسنا في تقديم خبراتها الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب والتعامل مع التهديدات الخارجية لهذه الدول. هناك طلاب يدرسون في مصر سواء في الأكاديميات العسكرية أو في الكليات والجامعات المصرية، المئات والآلاف من الأشقاء الكويتيين والعرب. مصر لا تزال ملتزمة حيال كافة القضايا العربية، وفي القلب منها حماية وحدة التراب الوطني لكل دولة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من هذه الدول، التصدي للتهديدات الخارجية أيا كان نوعها، ودعوة مصر لإقامة قوة عربية مشتركة هي حجر الأساس لإعادة بناء نظام إقليمي عربي وحماية الأمن القومي العربي من الاختراقات الخارجية. شكرا جزيلا ليك أستاذ بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على التوضيح. انطلقت النهاردة رسميا منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد اللي بيستفيد منها 920 ألف مواطن من خلال تفعيل نظم التسجيل للمواطنين في المنظومة ب25 وحدة رعاية أولية وتشغيل نظام الإحالة في 7 مستشفيات فيها كل التخصصات الطبية. بيمثل الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي بدء تفعيل دور الهيئات الثلاثة المعنية بإدارة المنظومة الصحية بالكامل في محافظة بورسعيد، وهي هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتوفير كل الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة في ظل تسديد المنتفعين للاشتراكات والمساهمات. من المقرر أنه يتم تفعيل نظام الميكنة للمشروع والتسجيل الإلكتروني الفعلي للمنظومة وفق نظم التحول الرقمي في 13 سبتمبر الحالي. من ناحية تانية انطلقت النهاردة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال ولدى حديثي الولادة اللي بتستهدف تقريبا 2 مليون طفل وده بشكل سنوي. علشان نعرف معلومات أكتر عن هذه الانطلاقة في بورسعيد اللي بنتابعها مع حضراتكم وبنتابع التطورات فيها كمان، هينضم لينا على التليفون الدكتور محسن جورج المستشار الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي والمتحدث باسم المنظومة الجديدة. أهلا بحضرتك يا دكتور، ومبروك بدء تشغيل المنظومة النهاردة. ممكن أخد فكرة أكبر عن البداية؟ دكتور محسن اهلا وسهلا، اهلا بك على حضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا احنا بنبارك للشعب المصري على النقلة النوعية اللي تمت في الملف الصحي خلال السنوات القليلة الماضية. تمام. واحدة منهم اللي هي التغطية الصحية الشاملة باستخدام نظام التأمين الصحي. زي ما حضرتك تفضلتي مشكورة، قلتي ان في ثلاث هيئات، فعلا ثلاث هيئات مهمة جدا، وثلاث هيئات بتعمل منفصلة إداريا عن بعض، يعني كل هيئة ليها الكيان الذاتي بتاعها، وهو ده اللي بيدي الشفافية والمحاسبة
بطريقة أوضح. الوضع ما كانش كده. احنا كان عندنا وضع الهيئة العامة للتأمين الصحي اللي هي قائمة لغاية دلوقتي وبتخدم جزء كبير من الشعب حوالي 50% منه، لكن كانت هي الممول وهي مقدم الخدمة وهي مراقب الخدمة وهي اللي بتحاسب مقدم وممول الخدمة. الوضع حاليا مختلف، وزي ما حضرتك قلتي بدأنا فعلا في التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي. أنا كمتحدث عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يعني الجزء المسؤول عن إدارة وتمويل الخدمات الصحية. تمام. الخدمات الصحية بتقدم عن طريق هيئة الرعاية الصحية أساسا، لكن بالإضافة إلى المستشفيات الجماعية والخاص وغير كده. بدأ فعلا بالفعل النهاردة، هو بدأنا من شهرين، هو الحقيقة مش النهاردة، بدأنا من شهرين التفعيل التجريبي. لكن ده التجريبي كان من شهرين. صحيح. لكن النهاردة احنا نقدر نقول انه خلاص يعني التنفيذ والتطبيق رسميا. وبالنسبة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دورها محدد في الماليات، الهيئة اللي هي مسؤولة عن جمع الاشتراكات وإدارة الأموال والتعاقد مع مقدمي الخدمة وشراء الخدمة من مقدمين الخدمة. نلاقي ان في الوقت اللي فات ده كله، يمكن السنة الأخيرة دي، حصل تطور غير طبيعي في البنية التحتية بتاعت المنشآت الصحية. يمكن دي خارج مسؤولية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لكن داخل المنظومة اللي هي نلاقي وزارة الصحة هي قامت بالمجهود الكبير ده، وعندنا دلوقتي هيئة الرعاية الصحية تحت إشراف وزيرة الصحة، فهي بتعمل من تحت المظلة بتاعت وزارة الصحة. هيتم التعاقد في خلال الفترة القليلة، الأيام القليلة القادمة، بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللي عايز يتعاقد من خارج هذه المنظومة برضو مرحب به، بس يكون على مستوى جودة لا يقل عن الحد الأدنى بتاعه. في عندنا الهيئة الثالثة اللي حضرتك أشرت إليها، اللي هي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هي مسؤولة عن متابعة المستوى الجودة بتاع كل وحدة أو كل منشأة وكل عيادة وكل مستشفى قبل التعاقد معها. كويس طبعا جدا. عايزه اخد فكره كمان عن نظام الميكنه للمشروع والتسجيل الالكتروني الفعلي للمنظومه الجديده، ايه هي الاجراءات المتبعه في الشان ده؟ والله حضرتك اثرتي موضوع في غايه الاهميه، عشان مش ممكن هنكون بهيئه تامين صحي تغطي 100 مليون مواطن وبنشتغل بالاسلوب الورقي ده، احنا كده يبقى الصراحة مش هنعمل اي حاجة. اكبر تأمين صحي حكومي موجود في العالم، اللي هو الموجود في مصر. العالم كله بينظر لمصر بالتجربة اللي احنا فيها، مش التجربة، بالحقيقة اللي احنا فيها. أيوه. احنا اصبحنا حقيقة في العالم كله ان مصر تغطي 100 مليون مواطن بنظام تأمين صحي حكومي. الكلام ده مش موجود في ولا حتة في العالم. حتى اليابان اللي هم 125 مليون مواطن عندهم حوالي 3000 صندوق مالي مختلفين عن بعض، احنا هنا عندنا صندوق واحد بيغطي ال 100 مليون، تحدي كبير، ومصر قد هذا التحدي. طبعا الميكنه اللي حضرتك بتقول عليها، الميكنه تشمل حاجات كثيره جدا. انا لو اتكلمت من واقع التامين الصحي اللي انا بمثله في هذه المكالمه، عندنا الاشتراكات وادراج المواطنين، ده جزء مهم جدا، وعندنا اداره المطالبات، ده الجزء المهم خالص، ازاي هتتم اداره المطالبات مميكنه بين مقدم الخدمة وبين ممول الخدمة اللي هو هيئة التأمين الصحي. في نفس الوقت في ميكنة كاملة بتتم حاليا في وحدات الرعاية الأساسية، وهي تقريبا دي خلصت، فاضل في المرحلة اللي جاية هتتم داخل المستشفيات. في الآخر هنلاقي منظومة الصحة متكاملة الميكنة، وبدون ميكنة زي ما بدأت الكلمة لا يمكن هنقدر نغطي 100 مليون مواطن بتأمين صحي. في قانون الدواء لو حضرتك سمعت عنه اليومين اللي فاتوا ظهر. أيوة. ده برضه هيبقى اضافه قويه جدا للمنظومه الصحيه في مصر، عشان هيتحكم في سعر الدواء. لما يكون في هيئه واحده مسؤوله عن الشراء الموحد لدوله كامله، اكيد طبعا هناخد سعر افضل كتير جدا وجوده افضل اللي في الاخر لصالح المواطن. هيستفيد منها هيئه التامين الصحي، هيستفيد منها هيئه الرعايه الصحيه. التسجيل في منظومة التأمين الصحي في بورسعيد مستمر لحد دلوقتي، أبوابه مفتوحة. مستمر، وحضرتك كويس إنك أثرتي الموضوع ده من المنبر الإعلامي بتاع حضرتك. بنحث جميع المواطنين إنهم يبادروا بالتسجيل. تقريبا نص المواطنين. هو مستمر لفترة معينة يا دكتور؟ لا، مفتوح التسجيل. مفتوح على طول.
عشان كل يوم في تسجيل جديد، كل يوم في مواليد جديدة، كل يوم في ناس تتوظف، كل يوم في ناس بتنتقل إقامتها إلى بورسعيد. فموضوع التسجيل بالنسبة لهيئة التأمين متاح. ده متاح وموضوع مستمر على طول. استخدام يعني التأمين الصحي لغير المسجلين يجوز؟ ما هو كلمة مسجل يعني دفع الاشتراك. واللي ما بيدفعش الاشتراك بالقانون لن يستفيد من خدمات التأمين الصحي. فعشان كده أنا عايز أحس الناس كلها إنها تروح تسجل. الاشتراكات الزهيدة دي لا تساوي شيء جنب كشف عند استشاري أو عمل أشعة من الأشعات المتقدمة أو لا قدر الله علاج الأورام أو العمليات الجراحية أو علاج القلب أو طاقات القلب. فمن يعني أنا بحس جميع المواطنين في بورسعيد اللي ما سجلش يبادر ويسجل بسرعة. امتى هيتم الانتقال للمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل؟ احنا بس نقف على رجلينا في المرحلة الأولى اللي هي أصعب حاجة. أكيد الانطلاقة هي الأولى بصراحة. هي المحافظة الأولى دايما أصعب محافظة عشان هيظهر لنا منها شوية تحديات. في تحديات برضو احنا مش متوقعينها هتظهر لنا، بس المهم نبقى احنا عندنا القدرة للتعامل مع هذه التحديات، والحمد لله بمؤسسات الدولة اللي متكاتفة حاليا لإنجاح هذه المنظومة. جميع الوزارات المعنية، زكاة وزارة الصحة، وزارة المالية طبعا، وزارة الاتصالات، وزارة الإنتاج الحربي، هيئة الرقابة الإدارية، والمجهود الكبير اللي بتعمله في كل خطوات المنظومة، وخاصة في حصر الأسر وحصر الأفراد في التأمين الصحي. فإحنا عندنا تحديات، احنا بس نعدي المرحله ان شاء الله دي كام شهر. لا قدها وقدود يا دكتور، يعني بعد المعلومات الكتيره اللي سمعناها دي ان شاء الله يعني في جاهزيه واستعداد لاي مشاكل، وممكن انها تكون بسيطه حتى لو كانت تبدو انها صعبه، لكن الاستعداد ليها هيخليكم ان شاء الله تتجاوزوها والامور يعني تيجي احسن من التوقعات كمان. بشكرك دكتور محسن جورج المستشار الفني للهيئه العامه للتامين الصحي والمتحدث باسم المنظومه الجديده، شكرا جزيلا وكل التوفيق يا دكتور في منظومة خاصة بالتأمين الصحي، بتنطلق منظومة جديدة. أي شيء في مجال الصحة هيخدم المواطن بشكل أفضل، بشكل أحسن من اللي كان بيتقدم من ناحية الكوادر الطبية، من ناحية المستشفيات، المعدات الطبية، الشكاوى اللي ممكن يعني كان المواطن يمر بيها وما يلاقيش في النهاية حد يعني يساهم ويساعد في حلها، كل ده أكيد بيقدم ما هو أفضل لصحة المواطن. فالمنظومة دي الأمل فيها كبير، ومن الواضح أنه في ترتيبات كتيرة خاصة بتجاوز أي مشكلة ممكن تقابل أي عنصر من عناصر هذه المنظومة علشان ننتقل للمرحلة اللي بعدها واللي بعدها. كل التوفيق فيها إن شاء الله. الخبر اللي معانا خبر من خلال تحقيق صحفي مطول كان في صحيفة الشرق الأوسط. التحقيق ده أبرز حجم حركة العمران اللي بتقوم بها الدولة المصرية الآن من خلال العمل في نفس الوقت على 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من عمران وإسكان بكافة المستويات وفق أحدث تصميمات وتطور تكنولوجي وإنشائي. الكاتب الصحفي محمد عبد الحسنين قال في التحقيق ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة رسم خارطة مصر من خلال مخطط كامل بدأ قبل 5 سنوات مع تولي الرئيس السيسي للمسؤولية، وأشار إلى اهتمام مصر بهذه المشروعات الكبرى لسرعة إنجازها وفق تكليفات الرئيس وبمتابعة دائمة ودورية ومنتظمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار اهتمام مصر بزيادة الرقعة المأهولة من 6% ل 12% وفق رؤية مصر 2030 لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة. معنا دلوقتي للتوضيح بشأن هذا المقال اللي أبرزته صحيفة الشرق الأوسط الأستاذ محمد عبدو حسنين الكاتب الصحفي، برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. ويعني أنا ذكرت سريعا عناوين عن التحقيق اللي حضرتك قمت به، إيه أبرز المحطات اللي حاولت أن تسلط عليها الضوء في تحقيقك الصحفي عن مدن الجيل الرابع في مصر؟ برحب بيك، برحب بالسادة المشاهدين. حضرتك هو يعني بخلاف الأهداف التنموية اللي بتسعى ليها الحكومة المتعلقة بالتعمير و يعني إعادة التشغيل و
منح فرص عمل جديده. بنجد ان المشاريع هذه التنمويه بتعمل حاله جديده من اعاده رسم خريطه مصر. حضرتك بتتحدثي عن ان كل دوله في العالم ليها جغرافيا سياسيه. خريطه مصر الجغرافيه حاليا على صعيد الجغرافيا السياسيه بتتغير. هناك طبعا تاثيرات لهذه التغيرات تاثيرات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه كبيره. بالاضافه للاهداف الاقتصاديه حضرتك معروفه للجميع. حضرتك بنجد ان هذه المدن الجديده تستهدف توزيع الكثافه السكانيه، وده طبعا امر مهم جدا للامن القومي المصري. الحكومه طبعا بترى انه هذه المدن الحاليه لن تستوعب الزياده السكانيه المتناميه. حضرتك بتتحدث عن زياده تقدر ب 2.6 مليون نسمه سنويا في مصر. ده بيتطلب بنيه تحتيه قويه، ومن هنا بقت السلطه الحاليه ان الخروج اصبح حتمي من هذه المدن، كما ان تكلفه المدن اصلاح المدن الجديده واعاده اعمارها واصلاح البنيه التحتيه المتهالكه فيها بقى مكلف جدا ومن الصعوبه في ظل هذه الزياده السكانيه. هو حضرتك زرت يعني اي اماكن في المدن الجديده علشان تتوصل يعني للشكل العام؟ بشكل عام يعني طبعا احنا شفنا العاصمه الاداريه، لكن يعني واضح ان خطوات العمل فيها متسارعه جدا. بالمناسبه على مدى يعني العصور السابقه كان دايما التفكير في توسيع الرقعه السكانيه، وانه يتم الخروج من الوادي الضيق لمصر، وانه الامتداد يكون بدل ما هو شمالي جنوبي حوالين وادي النيل يتم التمدد شرقا وغربا، لكن ما شفناش هذا التسارع في هذه الخطوات. أيوه. لمسناها بشكل اسرع خلال 5 سنوات بدات فعليا يتم افتتاح مدن ويتم افتتاح انشاءات جديده. في اراده سياسيه قويه واضحه في هذا التغيير. طبعا لا يعني هذه الاراده السياسيه وهذا التنفيذ يعني بالطبع يواجه بعض التحديات، وهناك رؤى مختلفه يعني خصوصه، لكن في النهايه هو توجه واضح واستراتيجيه كبيره سيكون لها تاثيرات كبيره على مستقبل مصر وكمان على الاجيال القادمه. هذه المدن مرتبطه بجيل جديد من المصريين أكيد. خلال السنوات المقبله. تفضل. مرتبطة بجيل جديد من المصريين في المستقبل طبعا. وفي التحقيق كمان كان في نقطة مهمة خاصة بأنه الدولة بتعمل على تغيير خارطة مصر وزيادة الرقعة المأهولة من 6% ل 12%. حضرتك توصلت إزاي لهذه التقديرات والنسب في التحقيق وإمكانية حدوثها فعلا؟ والله يا فندم هو ده المعلن من جانب مجلس الوزراء. اضافه الى ان يعني المساحات المتوقعه اللي بدات فعليا في المدن 14 مدينه جديده يعني بتشير الى هذا وفقا للمخطط اللي هو ماشي بخطوات فعليه يعني وفقا للمدروس واللي يتم اعلانه. حضرتك في تكليف حالي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتم إخلاء العاصمة القاهرة من المقرات إخلاء المقرات الحكومية ونقلها إلى العاصمة الإدارية خلال العام المقبل، وده طبعا ده يعني واضح الخطوات المتسارعة والدقيقة في هذا الأمر. مدى تحقيقه بقى قد إيه يعني ده اللي هيحتسبه وهيبان في الأيام المقبلة، لكن على كل حال زي ما بقول لحضرتك هناك يعني وده يعني في حاجات لسه ما زالت لم يتم الاجابه عليها بشكل واضح واللي هيبينها التنفيذ الفعلي، يعني كيفيه نقل هؤلاء الاف المواطنين كيف للاماكن المختلفه للمقرات والتفكير كمان في انه ينقل لمكان اخر ويبدا حياته في مكان هل هذه المدن ربما مختلف يعني اسعارها ربما تكون مرتفعه قليلا، فهل يعني هتخلق حاله من العزله الاجتماعيه ما بين الطبقات؟ هل هذه المدن يعني سيتم تقبلها بشكل هل يعني البعض يتساءل هل الحكومه ستصبح في معزل عن الشارع المصري اذا انتقلت الى العاصمه في اماكن مؤمنه تماما بعيده عن الاختلاط بالسكان؟
يعني هذه أسئلة سيتم الإجابة عليها في خلال التنفيذ، وده اللي منتظره. لكن على كل حال هذه الحركة مطلوبة، و يعني كل الحكومات كانت بتسعى إلى تنفيذها، لكن إحنا ما لمسناه هو إنه هذا الأمر تم تنفيذه بشكل جدي مؤخرا، وهناك إرادة سياسية واضحة لتنفيذ هذا الأمر. كمان شفنا إنه في دور كبير سياسي واقتصادي بتلعبه المدن الجديدة، يعني شفنا المؤتمر الأخير للشباب كان الدولة حرصت إنها تقدمه في العاصمة الإدارية، كان الحكومة بتجتمع في العالمين الجديدة عشان تؤكد إنه هذه المدن يعني سيتم ستكون جزء من المجتمع المصري، يتم تشغيلها بالفعل ليست مدن سياحية أو ساحلية فقط، لا سيكون فيها امتداد عمراني وتوسع للدولة في المستقبل. يعني في شيء لفت انتباه حضرتك يعني خلال هذا التحقيق، أكيد يعني كان معاك معلومات كتيرة جدا، كان في متابعة لأشياء كثيرة أكيد في هذه المشروعات، ما أهم ما لفت انتباهك في هذه الإنجازات وفي هذه المدن الجديدة؟ لفت انتباه الحرص يعني بشكل دائم على إنشائها وفق أحدث التقنيات، يعني بشكل أنها تؤسس نموذج جديد للحياة المصرية، يعني مدن ذكية تواكب أعلى مستويات التطور العالمي. يعني بنشوف يعني نماذج كبيرة زي دبي ومدن شهيرة في العالم بنشوف تطبيقها في مصر، يعني ده شيء مهم جدا. لكن طبعا هناك لفت انتباهي أيضا أنه في تخوفات أنه هذه الحالة الجديدة من المدن واللي بتقام وفق أحدث التقنيات أنه يكون يقابلها عدم اهتمام بالمدن القديمة، يعني هو ده كان تخوف كتير حتى من الناس بتتحدث عن التجارب السابقة في البرازيل وفي الهند لما انتقلوا إلى عواصم مختلفة وأنشأوا مدن جديدة، بيتم التركيز على هذه المدن ويتم يعني اهتمام أقل بالمدن والارتكازات القديمة السابقة. يعني هو ده، وده زي ما بقول حضرتك هيكون تحدي مقبل، يعني تحدي مستقبلي للحكومة، يعني إذا كانت تقدر يعني تنفذه وتقدر يعني تتجاوز هذا التحدي الصعب. شكرا جزيلا أستاذ محمد عبدو حسنين الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا للتوضيح ووجود حضرتك معنا. بعد تقريبا 19 سنة من إغلاقه، امبارح بس كان افتتاح متحف طنطا الأثري في محافظة الغربية، بعد ما تم الانتهاء تماما من أعمال الترميم اللي كانت مستمرة لسنتين واستهدف التجديد كل الطوابق وترميم القطع الأثرية اللي بيضمها المتحف، وهي أكثر من 2000 قطعة أثرية بتنتمي لعصور فرعونية ويونانية ورومانية. وزارة الأثار أعلنت أن محافظة الغربية بتحمل مقومات كثيرة جدا لجذب السياحة، نظرا لأنها مسقط رأس عدد من ملوك الفراعنة، إضافة لأنها كمان كانت جزء من مسار العائلة المقدسة وبتحتوي على كنيسة العذراء مريم، الأمر اللي بيأكد دور متحف طنطا في الفترة اللي جاية في المجال السياحي والتاريخي والحضاري. خلينا نتابع هذا التقرير عن تطوير متحف طنطا الأثري. مئة وستة أعوام هي عمر متحف آثار طنطا بمحافظة الغربية. المتحف الإقليمي الأقدم في مصر تولدت فكرة إنشائه عام 1913، لكنه أغلق لسنوات طويلة وأعيد افتتاحه أكثر من مرة. بنتكلم على متحف كانت فكرته بدايته في 1913، مبنى يسمى مبنى البلدية الخاص بالمدينة، بدأت العرض المتحفي فيه لغاية سنة 1957 وتوقف، واتنقلت الآثار إلى مدخل سينما البلدية وتركن هناك. فضلت الفكرة بهذا الشكل قائمة لغاية لما تم إحيائها لأول مرة تاني في بداية القرن الماضي في الثمانينات. بدأ العمل، استمر حتى افتتاحه أول مرة في 29 أكتوبر 1900. استمر المبنى هكذا لغاية سنة 2000 واتقفل نتيجة تصدعات في الإنشاءات الخاصة بالمبنى، لغاية
2017 وزارة الآثار قامت بعمل ترميمات وإعادة فكرة إحياء وافتتاح هذا المتحف من جديد. ما يزيد عن 2000 قطعة أثرية يضمها المتحف، تنتمي لعصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصور المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا إلى العصر الحديث. فكرة المتحف قائمة على أهم وأحدث الاكتشافات الأثرية في منطقة الدلتا، وبنتكلم على أقدم العواصم وأهم العواصم في منطقة الدلتا، بنتكلم على بوتو، بنتكلم على تل الفراعين، بنتكلم على أوسنا، بنتكلم على صاع الحجر سايس، بنتكلم على صان الحجر تانيس، بنتكلم على أهم ما يميز هذه المدن وهذه العواصم من قطع أثرية. إلى جانب ذلك يهتم المتحف بعرض أبرز مظاهر التراث الشعبي، منها تطور تقليد إقامة الموالد الذي بدأ منذ آلاف السنين واستمر حتى وقتنا الحالي. عندنا فترينة خاصة بالتراث الديني والأولياء فيها تمثال رائع لإم حتب اللي هو بيعتبر أبو الحضارة المصرية القديمة وأيقونة للعذراء، لأن احنا عندنا برضو الأعياد الخاصة بالعذراء. آلاف القطع الأثرية فضلا عن شتى مظاهر الفنون لعصور مختلفة يضمها هذا المكان، لتبقى زيارة متحف آثار طنطا فرصة نادرة لمشاهدة هذه المقتنيات والاستمتاع بها. هشام الرباط، هنا العاصمة. فرصة فعلا جميلة لزيارة المتحف وفكرة أوسع وأكبر لمعرفة التاريخ من خلال واحدة من المتاحف اللي بتقتنيها مصر، ومن خلالها بتفتح بوابة كبيرة جدا ونافذة عظيمة على الحضارة المصرية. النهاردة انطلق معرض أهلا مدارس على أن يبدأ في استقبال الجمهور من بكرة إن شاء الله، والساعة 9 مساء كل يوم هتبقى دي نهاية اليوم في معرض أهلا مدارس، وده مستمر لحد 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في أرض المعارض في مدينة نصر. بتقدم إيه بقى؟ بتقدم النوعية دي من المعارض مع بداية العام الدراسي واحدة من الأشياء الهامة جدا للأسرة المصرية، مستلزمات مدارس بكل ما فيها من اختلافات، والأسعار بتبقى مختلفة بتبقى منخفضة. احنا اتكلمنا عن معرض أهلا مدارس قبل كده في هنا العاصمة في حوار عن بداية العام الدراسي، وكانت الفكرة انه المسؤولين بيتحدثوا في هذا الحوار عن انه هذا المعرض بينتظره الأهالي والأسرة المصرية لبداية شراء المستلزمات المدرسية بكل أنواعها وبكل اختلافاتها، لأن الأسعار بتبقى أقل بكثير. في نفس الوقت هذا المعرض أحيانا كتير بسبب نسبة الإقبال عليه بيكون في فرصة أنه يمتد. هنشوف طبعا الأسبوع الخاص بهذا المعرد إيه اللي هيحصل فيه، والمعرض بيشارك فيه تقريبا 210 من كبريات الشركات المتخصصة في توفير مستلزمات المدارس، بجانب عدد كبير من الشركات أيضا الصغرى بتخفيضات لا تقل عن 30% لكل المنتجات الخاصة بالمدرسة داخل المعرض، وبيتضمن مستلزمات المدارس بأسعار جيدة لبعض المنتجات اللي ممكن تبقى أسعارها متعارف عليها أنها يعني مرتفعة. المنتجات دي بقى اللي هي ممكن تكون ملابس، ممكن تكون أدوات مكتبية وكتابية، ممكن تكون أشياء كثيرة. خلينا ناخد الكلام ونكون أكثر دقة مع المهندس سامح مصطفى زكي، نائب رئيس هيئة الغرفة التجارية بالقاهرة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك، مبروك افتتاح المعرض وكل التوفيق فيه، معرض مهم جدا في توقيت كمان دقيق جدا بالنسبة لكل أم وأب بيسمعونا دلوقتي، وطالب وطالبة كمان بيتمنوا دايما ان هم يجيبوا كل مستلزماتهم سريعا ويتنافسوا كمان فيها أحيانا، يعني علشان يشوفوا إزاي قدروا ان هم يتحصلوا عليها بشكل جيد. النهاردة المعرض ده بيقدم الفرصة دي لكل أسرة. ممكن تدينا حضرتك فكرة بقى عن المعرض بشكل أكتر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان احنا النهارده فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي ان احنا فتحنا معرض اهلا مدارس قاعه جهاز مشروعات تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر بالتعاون مع وزاره التمويل.
فعلا يعني النهارده الافتتاح كان، والمعرض هيستمر لغايه يوم 10 سبتمبر الحالي. بنعرض فيه جميع منتجات ومستلزمات المدارس من ادوات كتابيه ومكتبيه، ملابس للمدارس، واحذيه وشنط. والحمد لله ان اكثر من حوالي 160 او 164 شركه عارضه في مختلف المجالات. احنا بنقيم المعرض ده الحمد لله دلوقتي للسنه السابعه على التوالي بالاشتراك مع وزاره التموين والجهات المختلفه، من منطلق المسؤوليه المجتمعيه للغرفه التجاريه للقاهرة نحو المجتمع اللي احنا بنعيش فيه ولأهالينا ولأخواتنا الأولياء الأمور ولأبنائنا الطلاب لتوفير الجميع مستلزمات السلع. أخبار التخفيضات إيه يا فندم؟ يعني أكيد دلوقتي وأنا بقدم المعرض كنت بتكلم على إنها واحدة من أهم مميزات المعرض بجانب طبعا المنتجات الموجودة جوه في المعرض، إيه التخفيضات اللي بيقدمها معرض أهل المدارس؟ بص حضرتك الحمد لله العارضين كلهم نسب الخصم والتخفيض على المنتجات اللي بيعرضوها بتبدأ من 25% و المتوسط بتاع التخفيضات 30%، انما في بعض العارضين وبعض اللي على بعض المنتجات وصل نسبه الخصم ل 50%. ده جاي ازاي؟ جاي ان الغرفه التجاريه للقاهره برئاسه المهندس ابراهيم محمود العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ايضا بنقدم المعرض ده بالمكان للعارضين في مقابل ان العارضين يقدموا اكبر خصم ممكن للناس للمواطنين وللجمهور اللي جاي يشتري. هو في ارض المعارض فقط؟ في ارض المعارض فقط، ولكن برضو الغرفه التجاريه للقاهره الحمد لله برضو بالتعاون مع وزاره التموين في ست عربيات مجهزه بالكامل مملوءه بالبضائع زي اللي في المعرض بالظبط، بتجوب الشوارع الرئيسيه في نطاق محافظه القاهره وبتغير اماكنها، يعني كل يوم بتغير مكانها في منطقه اخرى او شارع اخر عشان تغطي منطقه القاهره. ده زائد الغرفة التجارية للقاهرة قامت أيضا بافتتاح حوالي سبع منافذ بالتعاون مع محافظة القاهرة ومع المحافظ اللواء خالد عبد العال. تم افتتاح سبع منافذ بالأمس واليوم، وجاري افتتاح يعني تكملتهم لل 38 منفذ بال 38 حي في القاهره. المشكوره محافظه القاهره قدمت لنا مكان في كل حي من احياء القاهره ال 38 مجهز، احنا كغرفه القاهره بنفرشه وبنجهزه وبنجيب افراد امن تبقى بتقف يعني تحافظ على الامن العارضين والمنتجات بتاعتهم. في مقابل كده برضو احنا كالعارضين التجار المنتسبين لغرفة تجارة القاهرة بيعرضوا في نفس المنتجات اللي موجودة في المعرض الرئيسي اللي هو في أرض المعارض بالنسخة على نسخة مصغرة طبعا في جميع الأحياء بتاعة القاهرة بإذن الله. فتم افتتاح سبعة وبتتوالى بإذن الله الافتتاحات لغاية لما الأسبوع ده يكونوا 38 منفذ مفتوحين بإذن الله. يعني بنصل لأهلينا وأخواتنا أولياء الأمور ولأولادنا الطلاب في 38 حي بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق في المعرض، و
بتصور ان الاقبال هيبقى كبير يعني، وممكن يعني تكون في تطورات بانه الساعات تمتد او المعرض نفسه يمتد ان شاء الله، يقدم كل ما هو مطلوب لكل بيت مصري في التوقيت الحالي. بدايه العام الدراسي كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين ان شاء الله. المعرض ده تبقى فرصه كويسه جدا ان حضراتكم تشتروا اللي انتم عايزينه. بشكر المهندس سامح مصطفى زكي نائب رئيس غرفه التجاره بالقاهره. ان شاء الله المعرض ده كمان يكون يعني في كل المطالب للطلبة وللأهالي. الوقت ده بيبقى صعب شوية بداية السنة الدراسية، لأنه كمان لو البيت فيه أكتر من طالب وطالبة بتبقى الأمور محتاجة يعني دراسة بالورقة والقلم. إن شاء الله الدنيا تعدي، والمعرض ده فرصة كويسة جدا إن احنا نتجه ليه علشان نبتدي نحصل كل المستلزمات المدرسية. وكل سنة وحضراتكم طيبين وسنة دراسية إن شاء الله كويسة على الجميع. دي كانت آخر الأخبار معانا، وبعد الفاصل هقابل حضراتكم واللي لسه بينضم لينا حواراتنا النهاردة. أول حوار مهم جدا، حوار اقتصادي، قرار البنك المركزي الأخير هنتناقش فيه، هنشوف إزاي القرار ده هيبقى يعني خفض سعر الفايدة أكيد ليه تداعيات، أكيد ليه نتائج وقع على حياتنا، الحياة الاقتصادية مرتبطة بيومنا بالكامل، فبالتالي هنفهم الموقف أكتر. هو قرار لا يرتبط فقط بالاستثمار والتجارة والصناعة بالأساس طبعا، ولكن أيضا لازم نعرف إزاي ده هيبقى ليه فايدة ومؤثر على حياتنا. بعد فاصل قصير خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الخميس الماضي قرر البنك المركزي أنه يخفض أسعار الفايدة بنسبة 1.5% في خطوة كانت منتظرة من أجل تشجيع الاستثمار وتحفيز معدلات النمو كمان. قرار البنك المركزي بخفض الفايدة كتير من الخبراء والمستثمرين اعتبروه قرار جريء جدا، وفي نفس الوقت هو قرار أيضا مهم وكان جاي في وقته. وتم التأكيد على أنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بيسير على الطريق الصحيح. عايزين نفهم اكتر خفض الفايده ده جه ازاي وليه وايه الاسباب وراه، وازاي ممكن يكون في استفاده في مجال الصناعه والاستثمار والتجاره وفي حياه كل مواطن من هذا القرار. برحب بضيفنا وضيفكم في الاستوديو الدكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور، قبل ما نتكلم في كل التفاصيل والفايده العايده علينا جميعا، اساسا سعر الفايده امتى ارتفع حتى يشهد هذا الانخفاض؟ اولا بقى هناخد حضرتك بس كده في البدايه خالص، من بعد ثوره يناير 2011 نستعرض وضع الاقتصاد المصري في وقتها كان عامل ازاي، علشان نوصل ل اصلا البنك المركزي رفع ليه سعر الفايده وبعدين ليه دلوقتي بيقللها. الاقتصاد المصري بعد 2000 وبعد يناير 2011 واجه صعوبات عديده جدا. أيوه. صعوبات يعني خانقه، أزمة كادت فعلا أن يعني تودينا للإفلاس. ده مظاهر ده إيه؟ يعني في لما وصلنا عند سنة 2011 كان عندنا معدلات نمو في 2014-2015 4.2%، فضلنا على المعدلات النمو دي. معدلات النمو دي يا فندم يعني الاقتصاد بيضيف إيه لنفسه؟ الاقتصاد بيضيف ايه؟ فاحنا فضلنا سنتين 4.2 ونزلنا بعد كده ل 4.4. ايوه. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا معدلات تضخم مرتفعه، ارتفعت ل 14% على اساس سنوي في يونيو 2000 وفي يونيو 2016 كانت 11.4 في 2000 في يونيو 2015 و 8.2 في 2000 في يونيو 2014. ايه يعني ايه معدلات تضخم؟ معدلات تضخم يعني السلع اسعارها بيرتفع وقيمه الفلوس بتقل. دي تاني حاجه. تالت حاجه معدلات بطاله مرتفعه جدا، وصلت 12% وفضلت مستقره على الوضع دوت تقريبا لسنتين. بعد كده معدلات الاستثمار اللي بتخلق فرص عمل، اللي بتخلق مصانع، فضلت في 2014-2015 عند معدلات 14.4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. طيب ده الوضع العام للاقتصاد. تعالي بقى حضرتك نشوف واحد من اهم القطاعات اللي بتدخل عمله صعبه اصلا للبلد زي قطاع السياحه.
قطاع السياحة كنا في 2010-2011 بيجي لنا 10 مليون سائح تقريبا. في 2015-2016 نزلنا ل 7 مليون سائح. عدد الليالي اللي قضاها السياح دول عندنا في مصر في 2010-2011 كانوا 124 ألف ليلة سياحية. قضوا في 2015-2016 اللي هو قبل القرار رفع التحرير سعر الصرف ورفع الفايدة، قضوا 53 ألف ليلة، يعني نزلنا الأقل من نص. عائدات السياحة انخفضت من 10 مليار دولار في 2010-2011 ل 3 مليار دولار في 2015-2016. ده اللي بقول حضرتك عليه، ده معناه ان احنا بنواجه ازمه كبيره جدا في تدفقات العمله الصعبه للبنك. الاوضاع الاقتصاديه دي كمان صاحبها اوضاع امنيه صعبه جدا، عمليات ارهابيه طول الوقت، سيوله امنيه في الشارع. عندنا وصل عندنا معدل العمليات الارهابيه في 2014 222 عمليه، في 2015 594 عمليه، في 2016 وصلنا 199 عملية. ده يقول ان مفيش مستثمر هيجي لنا، مفيش عملة صعبة تدخل البلد في الوضع ده، لا وضع اقتصادي يسمح ولا وضع سياسي وامني يسمح. طيب الاوضاع اللي بقول لحضرتك عليها دي انعكست على القطاع المصرفي ازاي؟ ايه اللي حصل للقطاع المصرفي في ظل اللي انا بقول لحضرتك عليه ده؟ الاصول الاجنبية، يعني ممتلكات البنوك من الاصول الاجنبية مقدرة بالعملة المصرية، انخفضت من 253 مليار جنيه في يونيو 2011 لكام بقى؟ 78 مليار جنيه بالسالب. يعني لو احنا جينا في وقت من الاوقات كده نصفي اصول وخصوم البنوك اللي ليها واللي عليها، تطلع البنوك في يونيو 2016 مدينه ب 87 مليار جنيه. الاحتياط النقدي بتاعنا انخفض من 26.5 مليار في 2011 ل 17.5 مليار في يونيو 2016. ده معناه ايه؟ ان البنك المركزي الدولة المصرية كلها ما تقدرش توفر السلع الأساسية، سكر، زيت، رز، اللي بتستوردها من بره لأكتر من 3 شهور. وضع كارثي جدا. الوضع دوت يؤدي بنا لمشكلة جبارة جدا، أزمة عملة الدولة فيها ما تقدرش تسدد ديونها للشركة، ولا تقدر تدفع ديون شركائها اللي شغالين معاها في البلد، سواء بقى شركات البترول ولا الشركات الأجنبية اللي شغالة تقدر تدفع، تقدر تحول أرباحها. الشركات دي بتشتغل عند حضرتك هنا في البلد علشان بعد كده بعد ما تكسب تحول أرباحها لمقراتها الأساسية. تاني حاجة يعرضنا لأزمة تضخم كبيرة جدا. ليه؟ لأن الدولارات في البلد قليلة، الجنيهات كتيره، فيبقى سعر الصرف بتاع البلد بتاع الجنيه ينهار، نبقى قدام ازمه عمله تانية. طيب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفايده 1.5%، يعني جاي لحضرتك في الترتيب اهو. الاوضاع اللي بقول لحضرتك عليها دي اضطر البنك المركزي معاها ان هو يرفع سعر الفايده علشان يقلل معدلات، اضطر ان هو حضرتك بتشرح اسباب الارتفاع. ايوه انا جاي لحضرتك اصلا في اسباب الارتفاع. اضطر على مع الاوضاع دي ان هو يحرر سعر صرف الجنيه المصري كويس علشان يقلل الضغط على الاحتياطي الاجنبي بتاعه. تحرير سعر الصرف مع اللي حصل مع تخفيض الدعم على البترول والكهرباء ادى لموجه تضخم عاليه جدا، ادى بالبنك المركزي ان هو يرفع اسعار الصرف. هنا بقى اللي بقول لحضرتك عليه اسعار سعر الفايده لما اترفع وضع الاقتصاد المصري بالتعاون بقى، دي سياسه ماليه عندنا، سياسه ماليه مع وزاره الماليه بيطبقوها الاثنين مع بعض، اختلف تماما. المؤشر عشان ما ندخلش بقى في مؤشرات الوضع، يعني مثلا اقول لحضرتك ان معدلات النمو اللي كانت 4.10 وصلت 5.10، البطاله اللي كانت عندنا 12% نزلت 8%، معدلات التضخم اللي كانت عندنا 4 اللي وصلت في يوليو 2017 ل 33% نزلت 8.8%. ده اللي عمله قرار رفع البنك المركزي لسعر الفايدة. المشكلة ان لما البنك المركزي اخد قرار رفع سعر الفايدة الاقتصاد اتحسن، حصل رواق كبير جدا زي ما حضرتك شفتي كده، المؤشرات اتغيرت، بس عمل عندنا ثلاث مشاكل. ايه هم الثلاث مشاكل اللي خلقهم دوت؟ اول حاجة ان احنا عندنا استثمارات اجنبية بتمن ب ب ب يعني تراجعت. تاني حاجة ارتفع عندنا الدين العام، وتالت حاجة ارتفعت معدلات الفقر. علشان كده
البنك المركزي كان قدام بقى الثلاث مشكلات دول وقدام التحسن الكبير اللي حصل في لازم يبقى في قرار تاني. يعني كان لازم بقى يبقى في قرار تاني منتظر بقى اللي هو انخفاض سعر الفايده. اللي هو بقى ايه ينخفض سعر الفايده ليه؟ لان كل اسباب رفعها زالت. احتياطي النقدي بتاعنا كان عندنا مشكله والمشكله اختفت. ظهر لنا بقى مشاكل تانيه المفروض نعالجها مع ان تانيه المشاكل بقى الجديده اللي ظهرت بناء على رفع سعر الفايده. احنا عالجنا مشاكل كبيره خالص. اتلخصت مشاكل الاقتصاد المصري دلوقتي في ثلاث مشاكل زي ما قلت لحضرتك عليهم اللي هم ارتفاع الدين العام، الاستثمارات الاجنبيه تدفقها لمصر قل، ثالث حاجه ان احنا ارتفع عندنا معدلات الفقر. طيب وصلنا لخفض سعر الفايده 1.5%، ماذا يعني هذا الانخفاض؟ الانخفاض دوت يعني اولا ببساطه خالص ان الفلوس اللي حضرتك هتحطيها في البنك هينخفض العائد عليها في المتوسط 1.5%. دي اول حاجه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البنك المركزي بيقول للناس يا جماعه احنا عاوزين ننشط الاستثمار، عاوزين نخرج الفلوس من البنك من البنوك، الفلوس اللي احنا حطيناها في البنك نخرجها تدخل السوق. ليه بقى؟ لان بدل ما هي في البنك جزء منها يخرج. طيب السوق. بشكل اخر انه الناس كانت ممكن تحط فلوسها في البنك وتبقى ضامنه الربح منها كل شهر عن انها تخليها في مشروع ممكن تبقى مش عارفه المشروع ده هيكسب ولا لا، او هيكسب بالمستوى ده ولا لا، لكن هنا النتيجه مضمونه في البنك، فانا بخفض سعر الفايده عشان اخرجه من المنظومه دي وندخله بقى السوق عشان المواطن ده ياخد فلوسه دي يستثمرها احسن و تمام يدخلها سواء نشجع المستثمرين ان هم يقترضوا، لان لما هو بيقلل سعر الفايده كمان بيقلل سعر الاقتراض، فبناء عليه يخلي المستثمرين يشجعهم ان هم يقترضوا عشان يتوسعوا في اعمالهم او ان هم يبداوا نشاطات جديده. النشاطات الجديده دي اللي بيبداوها بتخلق فرص عمل جديده، بتضيف للناتج القومي للناتج المحلي الاجمالي، فتعلي عندنا معدلات النمو وتقلل معدلات البطاله اللي بناء عليها بيقل معدلات الفقر. يبقى احنا كده القرار سعر الفايده اللي البنك المركزي اخده عمل في اتجاه ان هو يحل الثلاث مشاكل الاساسيه اللي عندنا اللي هم زي ما قلت لحضرتك ارتفاع الدين العام، لان احنا لما نخفض سعر الفايده مصر مدينه الدين المحلي العام الدين المحلي الدين الاجمالي العام بتاع مصر 4.5 تريليون جنيه مصري. لما انا اقلل سعر الفايده ب 1.5% معنى كده ان انا خفضت الاعباء اعباء خدمه الدين ب 40 مليار دولار 40 مليار جنيه على الاقل. دي اول حاجه في مشكله الدين العام. تاني حاجه زي ما قلت لحضرتك ان هو يحرك السوق، المستثمرين اللي كانوا بيحجموا عن الاقتراض بفايده اعلى دلوقتي هيتشجعوا ان هم يعني يقترضوا علشان يزودوا يكبروا مشروعاتهم او يبداوا نشاطات جديده. فلما هو بيعمل كده اولا بيشغل بقى مصانع اسمنت وحديد وبيشغل عمال، دي الفرص العمل المباشره. ثانيا بيخلق فرص عمل في النشاط اللي هو وسعه اصلا. حضرتك لما تعملي مصنع جديد هتشغلي عمال، المصنع الجديد ده عشان يبني اصلا محتاج معدات بناء وهكذا. فانا كده كبرت الناتج المحلي الاجمالي، ثانيا شغلت سواء بقى في بناء المصنع او في المصنع لما اتبنى نفسه ناس، فانا قللت عدد العاطلين، شغلت فتحت فرص عمل. اعداد العاطلين لما تقل معنى كده انها اديت للناس فلوس في ايدها، فده يقلل بطريقه مباشره معدلات الفقر اللي احنا بنعاني منها. فقرار البنك المركزي جه علشان يعالج مشكلات الثلاث مشكلات اللي بيواجههم الاقتصاد المصري في حينه، بالتعاون بقى مع السياسه الماليه اللي بتطبقها وزاره الماليه وبتطبقها الحكومه يعني. طيب ممكن دلوقتي حد من المذيعين وهو بيسمعني يقول ايوه انا استفدت ايه؟ الفايده اللي كنت باخدها قلت. ايوه يا فندم، هو احنا انت يعني الهدف الاكبر هو الاقتصاد. الهدف الاكبر هو نرد عليه هو بقى نقول له ايه يعني فندم حضرتك؟ لو بيستفسر عن انه هو كان محتاج انه الفايده تستمر كده. ايوه، ما هو احنا فندم بصي حضرتك الفايده اصلا عندنا فعلا عاليه، يعني اصلا دلوقتي عاليه. حضرتك على اوروبا والولايات المتحده الامريكيه دلوقتي عندهم الفايده بالماينس، يعني حضرتك بتحط الفلوس في البنك بتاخديها اقل. فهو الفكره كلها مش ان احنا نبص لمصالح شخصية. افراد. الفكره كلها ان البنك المركزي لما بياخد سعر الفايده بيبص للصوره الاكبر، قرار سعر بيبص للصوره الاكبر، قرار الاستثمار وقرار التضخم. ممكن اضيف بقى حاجه وحضرتك تصحح لي؟ هو الفايده قلت يعني هرد على السؤال ده اللي جاي لنا انه انا كنت باخد فايده اعلى استفدت ايه انا كمودع؟
انه كمان قوة الجنيه زادت. ايوه فهمت تمام. واقدر استفيد من قوة الجنيه دي وقيمة العملة اللي كبرت دي باني اشتري سلع و ايوه بس هو ده مش مرتبط ارتباط مباشر بسعر الفايدة، هو ده مرتبط ارتباط مباشر بسعر الصرف. لان انا يعني احنا اصلا البنك المركزي لما اخذ قرار تقليل سعر الفايده كان هو اصلا على خلفيه ان سعر صرف الجنيه بيرتفع عن الدولار. تمام. يعني احنا كنا وصلنا ل 18 ونص جنيه للدولار الواحد في مرحله ما بعد تحرير سعر الصرف. دلوقتي البنك المركزي هو بياخد قراره بياخده وهو عنده 16 بياخد سعر صرف الجنيه 16 جنيه و40 قرش و60 قرش بس. فحضرتك ده قوه الجنيه جايه من نجاح البرنامج نفسه، ثقه المستثمرين في انهم يستثمروا في ادوات الدين المصري، ثقه العالم كله دلوقتي في برنامج الاصلاح الحكومي المصري اللي حصل. فالموضوع كله متكامل مع بعضه، مرتبط مع بعضه، بحيث ان احنا اداه واحد مش اداه واحد مش احنا مش بنبص لصوره واحده بس من صور الاقتصاد، احنا يعني كمصلحه فرد احنا بنبص للصوره الاكبر اللي هو الاسعار بدات تقل. يعني حضرتك اسعار المواد بدات تقل، ده نتيجه لانخفاض التضخم اللي ناتج عن انخفاض سعر الصرف، وهكذا الدائره مقفوله. يعني هل من المتوقع انه يتم خفض سعر الفايده اكتر؟ اعتقد ان احنا يعني هو في صدد ده؟ اعتقد ان البنك المركزي في صدد دوت. ليه؟ لان البنك المركزي لسه يعني احنا لسه ما وصلناش للسعر اللي هو عامله لنفسه اللي هو 2% على مستوى السنه. يعني واحنا متوقعين كمان ان التضخم يا اما يستمر على 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 معدلات اللي هو في حدود 8.10 في حدود 8% او يقل عن كده. ممكن اعتقد يعني ان احنا ممكن نشهد انخفاض تاني قبل نهايه السنه. هل الانخفاض ده بيثير مخاوف خروج ما يطلق عليه الاموال الساخنه او استثمارات الاجانب يعني في ادوات الدين الحكوميه؟ هو ده واحد من الكونسيرنز يعني، او واحد من التحفظات دايما على خفض سعر الفايده. بس هو حضرتك لما تبص للسوق العالمي دلوقتي هتلاقي احنا في مصر في مجموعه دول اسمها الدول يعني الاقتصادات الناشئه. فحضرتك لما تبص لي الدول يعني اللي زينا هتلاقي في تركيا عندهم ازمه عمله، يعني الرئيس التركي بيقلل سعر الفايده بمعدلات يعني اخر تقليل كان بمعدل 4.5%. الارجنتين البيزو بينهار، بتشهد يعني داخله في عمله في ازمه عمله جباره جدا، اسعار تضخم عاليه. البنك المركزي الارجنتيني لسه امبارح بس مانع الناس ان هي توصل لفلوسها، يعني انت عندك فلوس في البنك ما تقدرش توصلي لها. الهند بتشهد دلوقتي يعني تباطؤ النمو. يعني مصر جاذبه للمستثمرين الاجانب بالرغم من انخفاض سعر الفايده. بس هو ده كمان، خد بال حضرتك كمان ان سعر تقليل سعر الفايده دلوقتي ده اتجاه عالمي. يعني البنك الفدرالي الامريكي لسه مقلل سعر الفايده بمقدار ربع في يعني ربع في المية او 25 نقطة اساس. البنك المركزي الاوروبي داخل على تقليل سعر الفايدة. البنوك المركزية الكبرى في العالم كلها بتقلل، سواء في الدول الاقتصاديات الكبرى او اقتصادات الدول اللي هي الدول الصاعدة يعني او الاقتصادات الصاعدة او الدول النامية. طيب وده في صالح المصري يعني طبعاً انخفاض الفايدة عالميا في صالح طبعا يا فندم. ليه مصر. بقى؟ لان انا الدنيا كلها بتقلل والدنيا كلها عندها مشاكل، انا بقى اقتصادي بينمو. اقتصادي انا بينمو، المؤسسات التمويل الدوليه كلها بتشيد بالتجربه المصريه، التصنيف الائتماني بتاعنا يعني عنده نظره ايجابيه في المستقبل. وفي نفس الوقت انا المنافسين بتوعي اللي هيجذبوا الاستثمارات دي عندهم مشاكل صعبه جدا. فانا يعني في اتجاه ان انا اكون افضل للمستثمرين. على فكره كمان يعني مؤسسات الاستثمار العالميه يعني البنوك ومؤسسات الاستثمار العالميه بتنصح المستثمرين ان هم يستثمروا في ادوات الدين المصريه دلوقتي، ده انسب وقت للاستثمار في ادوات الدين المصريه. يعني الأسباب اللي قلت حضرتك عليها. خلينا ناخد بقى القطاعات قطاع هيستفيد ازاي. يعني القطاعات المهمه، يعني اولا ايه القطاعات المرشحه اساسا؟ فندم حضرتك كل القطاعات هتستفيد، لان كل القطاعات هيضخ فيها استثمارات جديده. يعني حضرتك مثلا تخيل مثلا قطاع زي قطاع السياحه،
في مستثمر عنده قرية سياحية عاوز يطور في القرية السياحية، عاوز يكبرها، عاوز يزود عدد الأماكن اللي يقدر يستوعب فيها سياح. هو كان قبل كده واقف، مش عاوز يوصل لل، مش عاوز يعني يوصل لأنه يتحرك، لأنه هيستدين هيقترض بفايدة عالية. فدلوقتي بقى أكتر قدامه فرصة أكبر إن هو يستدين، لأن الفايدة قلت، تكلفة الاقتراض قلت، تكلفة الاقتراض قلت وهتقل لسه كمان زي ما قلت لحضرتك كده. فده مثلا في قطاع السياحة. القطاع الصناعي مثلا، انا عاوز اوسع المصنع بتاعي، عاوز اجيب الات جديده، هقترض وهقترض بسعر فايده اقل. فهو سعر الفايده ده بيأثر على القطاعات في عمومها، القطاعات كلها، كل القطاعات اللي داخل فيها الاستثمار. الاستثمار اصلا يا فندم بيقوم على الاقتراض. يعني انا عشان انا يعني عشان استثمر بروح اقترض عشان استثمر، عشان سواء بقى يعني ابدا نشاط جديد او اوسع النشاط بتاعي. فهو اي قطاع في الدنيا طالما انت بتقللي سعر الفايده، القطاعات الاقتصاديه كلها بلا استثناء يعني تستفيد، وكلها البورصة أخبارها إيه؟ العقارات، تجارة الذهب، زي ما قلت لحضرتك كلهم متساويين في الفكرة اللي حضرتك كلهم طرحتها. كله لما أنا دلوقتي بقلل سعر الفايدة، كله البورصة الفكرة فيها مختلفة شوية. مختلفة في إيه؟ فإن هو زي ما قلت لحضرتك كده، هو المستثمر سايب فلوسه يعني في البنك. أو بيستثمر في أدوات الدين المصري بياخد فايدة معينة. دلوقتي أنا قللت له سعر الفايدة، فهقول له بص روح استثمر في البورصة، عندك سوق، يعني يسحب فلوسه مثلا دلوقتي، هيسحب فلوسه ويستثمر في العقارات مثلا، مش في العقارات بالتحديد، لكن هو بص حضرتك العقارات دي لها قصه مثل. لا قصه ثانيه مختلفه خالص، يعني وضعها مختلف. العقارات وضعها لكن مختلف. وضعها عايز اشوف بقى التاثير، وضعها مختلف تماما. لكن خلينا مثلا نتكلم على البورصه. في البورصه زي ما قلت لحضرتك كده، انا بقول بحس المستثمرين دلوقتي ان هو يعني اقف عن ان انت سايب فلوسك في البنك او انت بتستثمر في ادوات الدين، وروح بقى استثمر في السوق نفسه، يعني في سوق الاسهم او في البورصه نفسها. روح بقى اشتري اسهم، تداول، حقق فايده اكبر، حقق ربحيه اكبر يعني على الشغل بتاعك. اما يعني زي ما قلت لحضرتك كده، تقليل سعر الفايده في العموم بيصب في مصلحه يعني القطاعات الاقتصاديه كافه، بيصب في مصلحتها. ليه؟ لان انا بقول للمستثمرين كلهم. ليه حضرتك استثنيت العقارات بانه مختلف شويه؟ هو القطاع العقاري عندنا يعني له قصه وضع خاص. له وضع خاص، بس هو يعني في الاخر برضو نفس القصه. ليه؟ لان برضو نفس الموضوع، المستثمر برضو المطور العقاري هيقترض علشان يزود مشروعاته. كمان مش بس كده، المستهلك نفسه، انا بتكلم طبعا عن المواطن العادي. ايوه، ما بقول لحضرتك المواطن العادي نفسه بقى عنده فرصه دلوقتي ان هو يجيب شقه، او يجيب ايا كان، يعني شقه صغيره او شقه كبيره او فيلا بثمن، بتمويل اقل، يعني تكلفه شراء الشقه قلت نفسها. واخد حضرتك ازاي؟ بس هو القطاع العقاري في دايره مقفوله كده، ان المستثمر بياخد والعميل بياخد من نفس البنك يعني. فيعني انا يعني نتجه بقى، نسيب العقار شويه ونتجه بقى للقطاعات الحقيقيه اللي هي يعني تخلق فرص عمل وهكذا. هي ليها علاقه الأسعار، انخفاض سعر الفايدة؟ طبعا لها علاقة بالأسعار. يعني هتأثر على الأسعار، من الممكن أنها تنخفض أيضا مع انخفاض تكلفة الاقتراض من الشركات؟ طيب هو أولا، هو المستثمر اللي اقترض دوت، يعني ايه؟ يعني المستثمر اللي اقترض ضخ فلوس، ضخ استثمارات أكبر في شغله، المعروض من السلع هيزيد، يعني في علاقة بس مش. طيب القروض الاستهلاكية؟ طبعا، اللي هي باخدها علشان اشتري بيها عربيه. ايوه، ما هو القرض نفسه بيت. ايوه، ما هو القرض نفسه تمن الفايده عليه قلت. فطبعا يعني طبعا هي لو انت بتشتري عربيه دلوقتي بفايده مثلا يعني 16% او 19%، الفايده هتقل، لان احنا اصلا قللنا تمن سعر الفايده على الايداع، وبالتالي قلت على الاقتراض بالتالي يعني. شكرا جدا على التوضيح الدكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا يا دكتور على وجودك. شكرا حضرتك. بعد فاصل قصير، السياحة والحضارة والتاريخ والمتحف المصري الكبير، خليكم معنا. على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة وبالقرب من أهرامات الجيزة، ستفتتح مصر أكبر متحف للآثار في العالم، إنه المتحف المصري الكبير.
أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية سيضمها المتحف الجديد الذي يقع على مساحة 100,000 متر مربع، من ضمنها 45,000 متر مربع للعرض المتحفي، وما تبقى سيخصص لبناء مركز للمؤتمرات ومركز للأبحاث ومعامل للترميم وسينما ثلاثية الأبعاد ومكتبة متخصصة في علم المصريات. صممت واجهة المتحف على شكل مثلثات في إشارة رمزية للأهرامات، وسيحيط بالمتحف مركز للخدمات التجارية والترفيهية ومركز للترميم والحديقة المتحفية. من أهم أجزاء المتحف الدرج العظيم، وهو البهو الرئيسي الذي سيستقبل الزائرين وسيضم تمثال الملك رمسيس الثاني والملك سانوسرت ورأس بيسمتك الأول وتماثيل أخرى. ومن المقرر أيضا أن يضم المتحف 5,000 قطعة أثرية، وهي المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، والتي ستعرض لأول مرة في التاريخ. تقدر تكلفة المشروع ب 550 مليون دولار، ومن المقرر افتتاح المتحف رسميا في الربع الأخير من العام القادم. ويعتبر المتحف المصري الكبير تحديا ثقافيا ومعماريا يعبر عن حضارة من أعظم وأقدم الحضارات التي عرفتها البشرية. خالد جمال، هنا العاصمة. الصور اللي شفناها دلوقتي دي في التقرير هي حقيقية، هي مش صور يعني فيها أجزاء مثلا تكون لسه مش على أرض الواقع أو تصورية، هي كلها على أرض الواقع. موقع إنشاء المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرام الجيزة وعلى مساحة 117 فدان بتكلفة تقدر بمليون دولار، ومن المتوقع أنه يتم افتتاحه في الربع الأخير من 2020. تم نقل قطع أثرية كثيرة، ما يقرب من 48,000 قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير، وبيتم طبعا الآن وجاري نقل أعداد أخرى بخلاف أعمال الترميم اللي بتتم على قدم وساق داخل معامل المتحف. وسنوات كثيرة كان المتحف ده المفروض أنه يتم الإنجاز فيه، لكن يعني في السنوات الأخيرة تحديدا كانت الخطوات أوسع بكتير لإنجاز غير مسبوق يتم في المتحف المصري الكبير. خلينا ناخد المعلومات بقى بشكل أكثر دقة مع ضيفنا وضيفكم في الاستوديو، دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ رهام، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك، ومبروك الصورة الحلوة اللي شفناها دي. الله يبارك حضرتك. مبروك لنا جميعا كلها. المتحف المصري الكبير وقرب افتتاحه كمان إن شاء الله. ناخد بقى فكرة كده عن حجم الإنجاز اللي اتحقق خلال السنوات القليلة الماضية. المتحف المصري الكبير احنا دايما بنقول في كل مكان ان هو هيكون اكبر حدث ثقافي اثري في القرن 21. اعظم هدية هتقدمها مصر ان شاء الله للعالم اجمع، مش لمصر بس، للدنيا كلها. هيكون ايقونة المتاحف العالمية. حجم الانشاء بالنسبة للمتحف المصري الكبير وصل الان الى 100%. منذ أن قامت الهيئة الهندسية بالإشراف على مشروع المتحف المصري الكبير في عام 2015 حتى الآن نسبة الإنجاز بقى أصبحت 100%. قبل كده، قبل ما تتولى الهيئة الهندسية، كان الإنجاز 17% فقط من بداية 2010 إلى 2015، فكانت نسبة الإنجاز بسيطة يعني جدا لتعصر المتحف في الفترات ديت كلها. بعد كده عملية التشطيبات ايضا، قاعات توت عنخ امون اللي هي مساحتها يعني مساحة يعني عريقة جدا، 7500 متر مربع على وشك الانتهاء. فاترين العرض وصلت الحمد لله الى داخل المتحف المصري الكبير. ان شاء الله على اخر السنة دي باذن الله هنبدأ ان شاء الله ننزل الاثار اللي احنا نقلناها عشان تترص وتتعرض في الفاترين باذن الله. طيب الفرق بقى ما بين المتحف ده والمتحف المصري في التحرير، هو الفرق طبعا هو واضح طبعا، الحجم والمساحة ده اكيد، ده من غير طبعا ما نسأل. لكن طبعا خلينا ناخد بقى يعني
التفاصيل الخاصة بالقطع الأثرية، المقتنيات، ده المقصود، لكن الشكل طبعا واضح بالضبط. بالنسبة للمتحف المصري الكبير، احنا طبعا القطع الأثرية بتتعرض طبقا لسيناريو عرض مدروس من قبل الأساتذة والمتخصصين والزملاء في مجال الآثار. احنا عندنا من اول ما بندخل من المتحف المصري الكبير بنلاقي الأتريوم اللي هو البهو العظيم، في تمثال الملك رمسيس بيستقبل الزوار، وبعد كده في برضو معاه عمود ابنه الملك ميرنبتاح برضو موجود من القطع الأثرية الفريدة، في تمثالين أيضا من الأثار الغارقة، دول موجودين في البهو العظيم. عندنا حاجة تانية اللي هو الجراند ستيركيس اللي هو الدرج العظيم، طبعا عليه 87 قطع أثرية من القطع الأثرية الثقيلة والكبيرة الحجم، القطع الأثرية في طبعا محطوطة على الدرج العظيم طبقا لسيناريو عرض أيضا موضوع. بعد كده عندنا قاعتين من اكبر القاعات اللي هي موجودين خاصه بالملك توت عنخ امون، هيتعرض مجموعه الملك توت عنخ امون، وزي ما بنقول دايما لاول مره مجموعه الملك توت عنخ امون هتتعرض كامله داخل المتحف المصري الكبير. حضرتك كان معروض في متحف المصري بالتحرير 2006 قطعه اثريه، الباقي كان متخزن في المخازن الخاصه بالمتحف المصري، كان موجود حوالي 140 قطعه ايضا في متحف الاقصر والعجله الحربيه اللي هي في المتحف الحربي. كل الكوليكشن ده هيتجمع ويتعرض في مساحة كاملة طبقا لسيناريو عرض موضوع، يعني احنا مش هنرص القطع جنب بعضها كده ملهاش علاقة ببعض، لا، في سيناريو مثلا بالنسبة لتوت بيتكلم عن قصة اكتشاف المقبرة، بعد كده هوية الملك بنعرف مين هو الملك توت عنخ آمون، بعد كده العقائد الجنازية في الفترة دي، بعد كده الحياة اليومية للملك، ثم عملية البعث اللي هي في الحياة الأخرى. عندنا طبعا في قاعات تانية خاصة بتتمثل في العصر ما قبل الأسرات، بدءا بعصر ما قبل الأسرات، عصر الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، نهاية بالعصر اليوناني الروماني. كل ده طبقا لسيناريو موضوع إن شاء الله يعني هيكون فخر لمصر كلها وفخر للعالم. عندنا كمان السيناريو ده مين وراه واختيار القطع كمان، هو احنا بنعمل كلنا في منظومة متكاملة من بداية من العمال، الفنيين، الأثريين، المرممين، المهندسين، كلنا في بوتقة واحدة وعلى قلب رجل واحد إن شاء الله عشان نحقق حلمنا كلنا. طبعا الاختيارات بتتم طبعا من قبل أساتذة متخصصين في سيناريو العرض المتحفي، عندنا زملاء أفاضل في العرض المتحفي، في المخازن، في الاستلام، في الاختيارات، في التغليف، في الترميم، في النقل. التغليف دي نقطة مهمة جدا يا دكتور. تمام. وبتشغل بال المواطن المصري، وأكيد حضرتك حضرت وقائع كثيرة طبعا. الناس كانت يعني بتتكلم على عملية الترميم إذا كان فيها خطأ أو إذا كان فيها مشكلة بغضب، لأنه ده تاريخ مصر. طبعا كلنا طبعا النهاردة احنا بنتكلم عن هذا المتحف العظيم، وحضرتك طبعا بتتحدث عن أعداد كبيرة جدا موجودة وراء الصورة المشرفة اللي احنا بنعرضها دلوقتي. معامل الترميم ممكن أخد فكرة عنها؟ تمام. احنا برضو عندنا، إذا كنا بنقول عندنا أكبر متحف إن شاء الله بيعرض حضارة واحدة، عندنا أكبر مركز ترميم على مستوى العالم، مركز متخصص في أعمال الترميم، عندنا ما يقرب من حوالي 16 معمل متخصص. كويس. معامل خاصة بالفحوص والتحاليل. أيوة. ومعامل لترميم الآثار، معامل حسب طبيعة المادة، يعني من أفضل المراكز البحثية والعملية والعلمية داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير. عندنا معمل متخصص للأثار العضوية، معمل متخصص للأثار غير العضوية، البقايا الأدمية، عندنا الفخار، عندنا معمل للأخشاب، عندنا معمل للأحجار، عندنا معمل للأثار الثقيلة، منطقة استقبال الأثار، معمل للتعقيم. موضوع الترميم بيتم طبقا لأسس علمية سليمة بشكل علمي مواكب لكل التطورات وكل المواد، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على الاثر اللي هو موجود ومكتشف من الاف السنين. عدد القطع الاثريه اللي تم ترميمها كتير يا دكتور؟ احنا نقلنا ما يقرب من حوالي 48,401 بالظبط موجودين داخل مركز الترميم. رممنا واعمال الترميم واعمال الصيانه 45,000 قطعه. المفترض ان احنا ننتهي من كل الترميم قبل عمليه الافتتاح، نقلنا من مجموعة ليها توت. ليها قاعتها يا دكتور. ليها قاعتها، كله جاهز دلوقتي. نقلنا من مجموعة توت 5,100 قطعة أثرية. معظمهم تم الانتهاء من ترميمهم بأسلوب علم سليم، وطبعا مجموعة توت طبعا مجموعة الذهبية الشهيرة، فطبعا فيها عناية خاصة زيها زي بقية القطع. القواعد بقى اللي بتحكموا بيها
عملية الزيارات والدخول والخروج، أكيد القاعات الكتيرة دي محاطة بضوابط أيضا كثير. طبعا هي عملية التأمين دي طبعا عملية أساسية جدا في كل مكان، مش في المتحف الكبير بس، ولكن المتحف الكبير عشان احنا بنواكب طبعا التكنولوجيا والتطور الحديث هيكون نظام التأمين على أعلى مستوى، سواء في قاعات العرض أو في الفترين نفسها في نظام محكم لعملية التأمين، بحيث أن ما فيش أي قطعة تقدر يعني تخرج على السياق أو تكون شيء تحت السيطرة. فكل قطعة مؤمنة ولها نظام خاص داخل الفترين، من حيث التأمين، من حيث أصلا الحفاظ على الأثر نفسه داخل الفترينة، التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، فكل ده مدروس وكل ده معمول حسابه داخل المتحف المصري الكبير. طيب الموقف الخاص بالمتحف في التحرير بعد افتتاح المتحف الكبير؟ دعيني استشهد بمقولة الدكتور خالد العنان وزير الآثار، ودايما يقول المتحف المصري بالتحرير لن يموت. بالفعل كان من ضمن الأشياء اللي بينادي بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار ان احنا نحافظ على هوية المتاحف اللي موجودة داخل مصر. المتحف المصري هيعرض أفضل القطع اللي هي موجودة، روائع الفن هتكون موجودة. المتحف الحضارة فيه طبعا قطع برضو، وفي المومياوات الملكية هتتعرض فيه. المتحف المصري الكبير برضو متفرد بمجموعة توت عنخ آمون ومجموعة الدرج العظيم. فكل المتاحف المصرية وخاصة متحف التحرير هيظل أيقونة المتاحف، مش المصرية، المتاحف العالمية. وفي مشروع بيجري الآن على تطوير المتحف المصري في التحرير عشان برضو يتناسب مع أسلوب العرض الحديث عن التوزيع القطع وعرضها. أخيرا تم برضو بعد أن احنا مشينا مجموعة توت عنخ آمون، اتعرضت مجموعة يويا وتويا بشكل لائق ليك بيها، اللي هي كانت موجودة داخل المتحف وما كانش حد بيشعر بيها، فتعرضت بشكل جمالي وبتبقى سيناريو برضو موضوع. فان شاء الله المتحف بنطمن كل الناس المتحف المصري هيظل أيقونة المتاحف المصرية. وفي طبعا مقتنيات أيضا طبعا هامة جدا. طيب حضرتك هرجع لنقطة في كلامك، وإنه اللي هيستقبل الناس والزائرين الملك رمسيس. تمام. نقل قطع أثرية بهذا الحجم وبالضخامة دي وبالمكانة دي أيضا، هل هنشهده أيضا في المتحف ولا الموضوع اقتصر على؟ لا، ليس الموضوع مقتصر على رمسيس فقط لغير الموضوع. واحنا طبعا عمليه نقله كانت طبعا يعني. كان عمليه طبعا ضخمه ان شاء الله يعني. وكل القطع الاثريه اللي هي طبعا احنا العجلات الحربيه كانت برضو منقوله في موكب يليق بيها. عندنا ايضا السراير الجنازيه للملك توت عنخ امون، القطع اللي تتعرض على الدرج. فكل مع كل نقل اثار في المتحف المصري الكبير بيتم الاعلان عنها، وبندعو كل وسائل الاعلام بتيجي وبتشوف عمليه النقل وعمليه التغليف اللي بتتم على مستوى علمي كبير، بتشوفها وبتحضر معانا في عمليه نقل الاثار. ففي اهتمام كبير جدا بعمليه نقل الاثار. عندنا الان الخبره في، الحمد لله عندنا الخبره، تقنيه عاليه في نقل، تقنيه عاليه في نقل الاثار. طيب موجوده داخل المتحف المصري الكبير. عن الملك رمسيس في مركب الملك خوفو، في هو في مركبين مش مركب واحده. أيوة. لا، في مركب موجوده او ترممت اساسا بالزبط. اللي هي مركب الشمس، مركب الشمس اللي هي المعروضه في المتحف موجود بجوار الهرم. دي طبعا هتتنقل داخل المتحف المصري الكبير مع المركب الثانيه اللي هو مشروع مصري ياباني مشترك بيننا وبين اليابان في استخراج المركب الثانيه اللي هي كانت حالتها سيئه. المركبين دول مكتشفين من عام 1954 على يد عالم الاثار كمال الملاخ، وطبعا المركب دي ظلت في الحفره كما هي إلى أن تم مشروع بيننا وبين اليابان في استخراج القطع وترميمها. هيتعرضوا في مبنى منفصل بالمتحف المصري الكبير، مبنى فريد من نوعه، تصميم برضو مصري عبقري، تصميم اللواء عاطف مفتاح المشرف عام على مشروع المتحف المصري الكبير. برضو هيكون المبنى ده يعني هيكون له حكاية وقصة كبيرة جدا، وهيكون حاجة شيقة يعني. المتحف عندنا هيساعي كل الآثار وبطريقة عرض ممتازة وطريقة عرض شيقة. فالمبنى ده برضو هينافس كل المتاحف العالمية بإذن الله. فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل أخبار المتحف المصري الكبير، خليكم معنا. اهلا
حضراتكم مرة تانية بنتكلم عن المتحف المصري الكبير، هذا الإنجاز العظيم في مصر لأنه بيضم مقتنيات كثيرة وعديدة للآثار، وهناك ما تم ترميمه فعلا، وهناك ما يمتلك المكانة العظيمة في التاريخ، وفي نفس الوقت وللتصحيح هذا المتحف قدر عملية تمويله بمليار دولار و770 مليون دولار. حصلت عملية توفير ووصلت الميزانية لمليار دولار فقط. هنعرف بقى التفاصيل مع ضيفنا، بجدد التحية مرة تانية بالدكتور عيسى زيدان. دكتور، هي عملية التوفير دي تمت لأنه في حاجات أخدناها من صناعتنا إحنا بالضبط، يعني عملية مصر. زي ما حضرتك قلتي التكلفة مليار 770 مليون دولار. الهيئة الهندسية، وده طبعا تحية لكل الهيئة الهندسية وكل رجال القوات المسلحة، الهيئة الهندسية متمثلة في شخص اللي هو عاطف مفتاح، لما جم يفكروا طب أنا ليه افرض على نفسي او المصمم يفرض عليا رخام من نوع معين مستورد وانا عندي افضل انواع الرخام المصري، فكان ده من اول بند من بنود التوفير، يعني اللي يتعدى حوالي 200 مليون دولار. فتم طبعا توفيرهم واستخدام الرخام المحلي. ال 770 مليون دولار توفروا دون المساس بالجودة، دون المساس بالوقت، دون المساس بأي شيء يؤثر على سلامة المتحف المصري الكبير. فطبعا احنا كلنا فخورين بقواتنا المسلحة، وان هي بتخش مشروع برضو للأمانة، يعني دي شهادة هنتحاسب عليها قدام ربنا، يعني بتبذل كل قصارى جهدها عشان الشيء يطلع بالشيء المشرف اللي هو يليق بعظمة وحضارة مصر ان شاء الله. طيب دلوقتي كنا بنتكلم عن استقبال الملك رمسيس للزائرين في مدخل المتحف، عمليات الترميم في معامل كثيرة وكبيرة، و يعني تحدثنا عن كمان القاعات، الضوابط الحاكمة لعملية الدخول والخروج. ايه المقتنيات اللي جوه اللي فعلا استثنائية، اللي فعلا هتبقى مبهرة وبيعول عليها لجذب كل سائحين العالم، بالاضافه طبعا للحضاره الموجوده داخل هذا هو زي ما قلت لحضرتك برضه في البدايه وبكرر، مجموعه الملك توت عنخ امون اللي هي حوالي 5600 متر، مجموعه متميزه جدا، هيتعرض منها قطع ما تعرضش قبل كده. في ايضا مجموعه من الاثار اللي منقوله من مخازن عموم الجمهوريه هتتعرض لاول مره، مجموعه الدرج العظيم، في طبعا تماثيل للملوك زي امنحتب الثلاثه، زي اخناتون، زي فين بقى المسله اللي سمعنا عنها، المسله اللي عايز اوصل لها، المسله في هيبقى تبقى دي ميدان موجود قدام الواجهه بتاعه المتحف المصري الكبير. المسله دي اللي هي المعلقه، فكرتها جات برضو مش عارف اقول لحضرتك، فكرتها جات للو عاطف، ان احنا طبعا كاثريين او مرممين كانت المسله موجود فيها خرطوش من اسفل القاعده كويس. فما تناقشنا معاه طب الخرطوش ده كان موجود على القاعده وما كانش باين، فطبعا فكر في فكره ان هو يعملها في ميدان معلق بحيث ان الزائر يدخل من تحت المسله، في القاعده هتبقى موجوده تحته في زي شو كيسز كده موجوده، وهيبص من فوق يلاقي الخرطوش والمسله هتبقى من بره. المسله دي طبعا هتكون اول مسله معلقه مش في مصر، ولا هتبقى في العالم كله. حضرتك عارفه ان احنا لينا مسلات كبيره جدا في امريكا، في الفاتيكان، حتى في كل بلاد العالم، في انجلترا. فطبعا المسله الموجوده في المتحف هتكون هي اول مسله معلقه داخل المتحف المصري الكبير، وبحيث ان احنا نظهر الخرطوش الخاص بالملك رمسيس الثاني. جميل جدا. المنطقه كلها هتبقى منطقه سياحيه، المنطقه كلها منطقه سياحيه، المتحف ده للسياحه بقى، ايه اللي هيحصل، ازاي هيتم هو توظيف المكان بقى المحيط كله؟ هو بالفعل بدا زي ما حضرتك قلتي، بدا توظيف المكان. طبعا اهم شيء عندنا اللي هو ايه، عمليات الطرق والمرور، وده فعلا بدات يتم عمل طرق جديده حوالين المتحف، تاخد اللي هو اللي جاي عشان يزور المتحف بعد ما يزور ممكن يطلع على طريق الفيوم على طول. هيتعمل نفق، هيتعمل ممشى من الهرم، من المتحف للهرم. كل المنطقة طبعا مجموعة فنادق جديدة برضو بدأت تنشأ حوالين المنطقة،
كل المنطقة تبقى محاطة بكل الخدمات اللي تخدم على السائح، بحيث ان هو يلاقي كل شيء متيسر وكل شيء متاح، بالإضافة إلى الخدمات اللي هي موجودة داخل المتحف المصري الكبير. المتحف لا يقتصر، برضو حضرتك قلت في المقدمة إن هو مش هيبقى عرض أثار فقط لا غير، احنا عندنا برضو في طبعا في المطاعم على مستوى عالي جدا، في مطاعم بتطل على الأهرامات، في مطاعم داخل المتحف، في بازارات، في كافيهات، في مسرح يوناني روماني، في قاعات للعرض، قاعة مؤتمرات، في متحف للطفل، يعني في إدوكيشن سنتر، في كل اللي يخطر على بال اي حد، كل الخدمات اللي تخطر على بال اي حد وما تخطرش موجوده داخل المتحف المصري الكبير. فان شاء الله احنا طبعا، وكل ده عشان السائح ما يجي يلاقي الخدمات متوفره، نقدر نريح السائح طبعا، لان طبعا وندي له رساله ان مصر طبعا بلد عظيمه، وان هي بتهتم بضيوفها وبترحب بضيوفها في اي وقت. عمليه بقى التطوير للمتاحف والانجاز في اتمامها، كان في متحف طبعا سوهاج القومي، متحف سوهاج، متحف وكان في متحف تل بسطة، وفي النهارده بنتكلم عن متحف طنطا بالزبط. في تقارير اذعناها في بدايه الحلقه، هي سياسه الوزاره دلوقتي ان هي طبعا كل الشيء اللي كان مغلق من فتره كبيره جدا بتبدا تشوفه، تبدا تتعامل معاه. يعني متحف طنطا كان مغلق لسنوات عديده، متحف طل بسطه برضه كان مغلق لسنوات عديده، فطبعا عشان تقدر توصل يعني يبقى في وعي اثري حضاري لكل محافظه خاصه بالحضاره المصريه القديمه. فطبعا افتتاح متحف طنطا زي ما حضرتك تابعتي كان برضو طبقا للسيناريو عرض موضوع من المتاحف القيمه جدا. عندنا برضو متحف سوهاج، متحف في قريب ان شاء الله هيتم افتتاح متحف الغردقه بالشراكه مع القطاع الخاص، ودي اول مره. فدكتور خالد مهتم بالموضوع جدا قوي قوي قوي، ان هو يبعث رساله تثقيفيه لكل المحافظات، وكل محافظه يبقى فيها متحف يعبر عن هويه المحافظه، بحيث ان الطلبه سوري يبقى عندهم وعي اثري بالحضاره، اما يروحوا مثلا في مكان كبير يقدروا يتعاملوا ازاي مع الحضاره المصريه القديمه. حضرتك يا دكتور شايف المتحف المصري الكبير فين على خارطه العالم الثقافيه والخاصه بالمتاحف؟ المتحف المصري ان شاء الله هيكون على اولويات الخارطه السياحيه على مستوى العالم. حضرتك لا تتخيلي كمية الاستصفارات اللي هي بتيجي على المتحف المصري الكبير، والتساؤلات امتى المتحف ده هنفتح، المتحف ده امتى هنيجي نشوفه. والوقت فيه برضو بعض الزيارات الكبيرة جدا اللي بتيجي، بدأت فعلا اللي بتيجي على مركز الترميم، تشوف الترميم، تشوف الاثار. في زيارات على مستوى عالي، رؤساء الدول، وزراء، رؤساء وزارات بييجوا يزوروا كل المكان، عملية الترميم وعملية المبنى. طبعا كل ده ان شاء الله المتحف هيكون من اولويات السياحة العالمية ان شاء الله، وهيضع مصر على خريطة السياحة العالمية الأولى، خاصة أنه هو قربه من منطقة الأهرامات، ده هيديله مدلول كبير جدا. اللي هيزور الهرم هيحب يزور المتحف والعكس. طبعا المكان كله فيه قيمة كبيرة، عبق التاريخ زي ما بيقول. تمام، المناطق اللي حضرتك وانت بتتكلم كده يا فندم قلت لي انه طبعا في اثار موجوده في الخارج، في يعني تبادل، يعني في نقل حصل لبعض القطع الاثريه من الخارج، بمعنى هل في مناطق جاءت منها القطع الاثريه؟ بالظبط، احنا طبعا الاثار كلها طبعا عشان برضو ما نفرغش كل المتاحف، الاثار اللي جت من المتحف اللي هم 48,000، واحنا مستمرين في عمليه النقل جوهم من مختلف عموم الجمهوريه، من اسوان، أيوة، من الاقصر، من اسكندريه، من تل بسطة، من المتحف المصري بالتحرير، من كل عموم المنصوره. فطبعا دي لاول مره في بعض القطع كانت موجوده في المخازن هتتعرض لاول مره. احنا الحمد لله عندنا حضاره عريقه، عندنا اثار تكفي يعني مش متحف واحد، تكفي أكثر يعني اكتر من 100 متحف. والرسالة هتبقى مستمرة بإذن الله، رسالة تثقيفية لكل الشعب المصري ولكل العالم بإذن الله. الدور الياباني اللي ذكرناه في سياق الكلام هل كده انتهى ولا الدور الياباني هيستمر للمستقبل؟ هو اليابان مشكورة طبعا بالإضافة إلى الدعم المادي لمشروع المتحف المصري الكبير. هو كان دورها مقتصر تمويلي فقط؟ هو دورها مقتصر تمويلي في المبنى اللي هو الإنشائي كقرض ميسر، بالإضافة إلى دورها اللي هو الدعم الفني اللي بتقدمه في مركز ترميم المتحف المصري الكبير من خلال الدورات التدريبية للعاملين، سواء من الأثريين سواء من المرممين في خارج مصر وفي داخل مصر، بتقدم دعم فني ودعم مادي للمتحف المصري الكبير.
اليابان فقط هي اللي شاركتنا فيه. اليابان هي الشريك الأوحد في مشروع المتحف المصري الكبير. دكتور، بتتوقع المتحف المصري الكبير اللي بيعول عليه أساسا في حركة السياحة هيضيف قد إيه لحركة السياحة مستقبلا؟ لا، هو هيضيف كتير جدا لحركة السياحة. التصميم بتاعه، القطع الفريدة اللي هي موجودة فيه، احنا بنتوقع 5 مليون زائر للمتحف المصري الكبير طبعا من مختلف العالم، فطبعا ده هيضيف إضافة كبيرة جدا، هيساعد على طبعا زيادة الدخل القومي والعملة الصعبة. فإن شاء الله المتحف المصري الكبير احنا بنسميه الهرم الرابع لمصر، اللي إن شاء الله العالم كله بيتطلع ليوم الافتتاح، ويكون حفل يليق بالمتحف الكبير ويليق بمصر. منظومة الاستعداد برضو حفل الافتتاح طبعا في طبعا لجنة متشكلة يعني للافتتاح على مستوى عالي جدا، ويعني يرأسها لو حضرتك يعني رئيس الوزراء هذه اللجنة، ومعاه وزير الآثار واللي هو عاطف مفتاح، ومعاه بعض الوزراء. فحضرتك لك أن تتخيلي إما يكون لجنة الافتتاح برئيس رئيس الوزراء فهتكون شكلها إيه. فإن شاء الله يكون حدث يليق بمكانة مصر ويليق بالمتحف المصري الكبير، الحلم اللي احنا مستنيينه إن شاء الله يتحقق السنة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. إيه أهم التحديات اللي كانت مقابلك وعرفتوا تتجاوزوها يعني؟ والله هو أهم التحديات، وفي تحديات كثيرة جدا، بس الحمد لله زي ما حضرتك قلت بنتجاوز كل التحديات. في بعض التحديات في عملية نقل الآثار اللي هي الكبيرة الحجم، في بعض التحديات في أعمال الترميم، في بعض التحديات طبعا هتبقى قدامنا لسه ازاي الوقت القصير ده، ان احنا ان شاء الله بعد المبنى ما يبقى جاهز نقدر نعمل انستليشن للاثار داخل الفترين، العرض ورصها داخل الفترين، ونقدر نعرضها بالشكل اللائق اللي هو يليق بالحضاره المصريه الكبيره. وان شاء الله احنا باذن الله قادرين على هذا التحدي باذن الله، كلنا متكاتفين، عمال اثريين مهندسين كله متكاتف عشان يحقق الحلم. هرجع لحفله الافتتاح، وما أثير حولها كمان من أنه هيبقى فيه شخصيات كثيرة عامة، وهيبقى فيه يعني زعماء ورؤساء، يعني الأخبار اللي بيتم تداولها دي أخبار طبعا أخبار صحيحة طبعا. حفلة عالمية هيتم دعوة كل ملوك العالم ورؤساء الدول في حفل طبعا زي ما قلنا بيليق بمصر وبالمتحف المصري الكبير وبالحضارة المصرية. فإن شاء الله إحنا بإذن الله ومصر بإذن الله، طبعا حضرتك عارفة نظمت دورة كأس الأمم الأفريقية، وطبعا أحرجت كل اللي هيجي بعدها. إن شاء الله الحفل ده بإذن الله هيكون برضو يليق ويحرق كل اللي يجي بعدنا بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق وكل التحية والتقدير لكل القائمين على هذا الإنجاز الكبير، المتحف المصري الكبير. دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا يا فندم، بشكر حضراتكم جزيل الشكر على كرم المتابعة، وتصبحوا على خير.